الصحيفة السوداني، ومنها نقرأ مشاورات مشتركة بين السودان وإثيوبيا لحل أزمة التوتر الحدودي. دخل السودان وإثيوبيا في مشاورات مشتركة لحل الأزمة التي نشبت على حدود الدولتين، نتجت عن تبادل لإطلاق النار بين الجيشين راح ضحيته ضابط سوداني وخلف عددا من الجرحى. وطلبت أديس أبابا بإجراء تحقيق مشترك وحل دبلوماسي للتوتر الحدودي، فيما أعلن السودان تمسكه بحقه في أراضيه، ودعا إلى تسريع ترسيم علامات الحدود وحل دبلوماسي للأزمة. وفي أول رد فعل للحكومة الانتقالية السودانية، أكد مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سعي بلاده لإيجاد حلول دبلوماسية وسلمية للنزاعات، وأن الحرب ليست في صالح الجميع، وشدد على الاحتفاظ بحق السودان في السيادة على أراضيه. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك للشرق الأوسط أمس إن السودان يسعى للحلول السلمية والدبلوماسية، ويرى أن الحرب ليست في مصلحة الجميع دون أن يفرط بحقه في السيادة على أراضيه والمحافظة على حدوده. أستاذ محمد، ماذا يدور على الحدود الشرقية؟ هو طبعا يعني ما يدور معلوم للجميع، هنالك تجاوزات من الجانب الإثيوبي. تاريخيا ظلت هذه التجاوزات توصف بأنها تفلتات، تشكيلات عصابية، ميليشيات محلية إلى ما تسمى بالشفتة إلى آخر هذه الروايات. وكانت القاعدة دائما أن تسارع أديس أبابا بالاعتذار والوعد بإجراء التحقيق اللازم وبعدم تكرار هذه المسألة. ربما يكون الجديد هذه المرة أن وخلينا نتكلم يعني زي ما بقولوا كده بالمفتوح، يعني أنه هذه المنطقة هي طبعا أصلا منطقة الأمهر، يعني واحدة من القوميات الرئيسية في إثيوبيا. طوال الفترات السابقة كانت هذه القومية بعيدة عن السلطة، الآن وصلت إلى السلطة، أصبحت موجودة في السلطة المركزية. بالتالي الآن هنالك من يحاول أن يؤسس لبعد جديد لهذه الهجمات، أنها مدعومة إن لم تكن مرضيا عنها فهي مدعومة بشكل رسمي من الحكومة الإثيوبية. هذا ما يحدث الآن. لكن دعنا نتفائل وننتقل خطوة إلى الأمام انطلاقا من زاويتين. الزاوية الأولى أن الحدود السودانية الإثيوبية مختلفة عما غيرها من الحدود، يعني ليست محل خلاف بأي حال من الأحوال. تحديد الحدود ليست محل خلاف، الترسيم متفق عليه، بقي تطبيق هذا الترسيم على الأرض. يعني الاتفاق بين السودان وأثيوبيا على الحدود التي تفصل بين البلدين ونقاط هذه الحدود متفق عليها منذ العام 1902-1903. بالتأكيد ليس هناك ما يمنع عدم الترسيم. ليس هناك ما يمنع عدم الترسيم، هناك إشكالات عديدة جدا طبعا تعتبر هذه الخطوات. وأيضا ربما يكون ليس من في صالح الجانب الأثيوبي تنفيذ هذه المسألة على الأرض، لأنه هذه المسألة ستلقي بتعقيدات كبيرة جدا على الجانب الأثيوبي. نحن نعلم أن الأراضي الخصبة في أثيوبيا عبارة عن شريط ضيق مع كثافة سودانية عالية جدا، بينما الأراضي الخصبة في الجانب السوداني مساحات شاسعة مع ندرة في عدد السكان. بالتالي طبعا زي ما بقولوا الطبيعة لا تحتمل الفراغ، فأصبح من المألوف أن تتمدد المجموعات السكانية من أثيوبيا بحثا عن هذه الخصوبة. لكن أنا في رأيي الحل طالما أصلا هنالك اتفاق على تحديد المواقع النقاط التي تفصل بين البلدين، أنا في ظني أن عملية الترسيم صحيح هي مهمة لكنها ليست هي الحل بأي حال من الأحوال. الحل يعني لدينا تجربة سابقة مع الشقيقة تشاد مثلا، القوات المشتركة التي استطاعت أن تحافظ على الأمن والاستقرار في الحدود السودانية القربية لسنوات طويلة جدا. الآن هذه التجربة هناك محاولة لإعادتها في الحدود الشرقية. التجربة لحد الآن متعثرة، لكن أنا في ظني أن وجود قوات مشتركة ربما تكون هي الحل الوحيد لحسم هذه التوترات التي تحدث بين الفينة والأخرى. قطعا حرب شاملة ليست الخيار المناسب لأي من البلدين للظروف السياسية التي يمر بها البلدان. نحن نعرف الأبعاد الإقليمية التي تعتبر العلاقة بين البلدين ومسألة قضية صد النهضة، البعد المصري، كل هذه القضايا تجعل من مصلحة العاصمتين البحث عن حلول إيجابية مشتركة. طبعا أيضا هناك حديث أو البعض يحاول أن يطرق على مسألة أن هناك خلاف بين المكون العسكري والمكون المدني. بالعكس أنا أعتقد أنه
هنالك تنسيق كامل، بمعنى أنه المكون العسكري يتحدث عن دوره الطبيعي في مطالبة الأثيوبيين بوقف الاعتداءات، في الإعلان عن جاهزية الجيش لحماية الأرض، رفض أي تدخل أجنبي. هذه من طبيعة الدور العسكري. بالمقابل المكون المدني يتحدث عن ضرورة الحل السلمي، يتحدث عن ضرورة المفاوضات، المشاورات الدبلوماسية إلى آخر هذه المسائل. إذن هذا يعني إن أحسن الناس الظن هو شكل أشكال التنسيق بين الطرفين يعني، وليس ما الذي تتوقعه من الحكومة السودانية إذا ما حلت هذه حل هذا النزاع إذا صح لي وصف، يعني في مسألة التعامل مع الأجانب تحديدا؟ هو يعني السودان عموما على المستوى الرسمي أو على المستوى الخاص حتى لسنا سريعين ردود الأفعال في مثل هذه المناسبات. يعني يمكن البعض يتوقع أن تشهد المجموعات السكانية الأثيوبية شكل من أشكال التضييق والملاحقة، هذا لم يحدث حتى الآن، وأتوقع أيضا أن لا يحدث. وليس هنالك مبرر، العلاقات بين السودان والأثيوبيا علاقات تاريخية، العلاقات عميقة جدا، الحدود مفتوحة، المصالح المشتركة كبيرة جدا. في تقدير خاص المصالح المرجوة من السودان حال قيام صد النهضة مصالح كبيرة جدا، يكفي أننا ستحفظ للسودان مليارات الأمتار المكعبة من المياه التي كنا نفقدها سنويا لعجزنا عن توفير مواعيد التخزين المطلوبة. يكفي أننا سنرتاح نهائيا من المآسي التي كنا نشهدها في كل عام باجتياح الفيضانات والسيول لآلاف الأفدنة ولعشرات الآلاف من المساكن التي يروح أصحابها ضحية السيول والفيضانات. الآن الضبط الذي سيحدث من جراء صد النهضة سيعيد تشكيل السودان حقيقة بشكل كبير جدا. الطاقة الكهربائية التي سنحصل عليها بسعر يكاد يكون متدني جدا، كل هذه مزايا. بالتالي السودان الآن ينبغي أن ينظر إلى المصالح المشتركة مع الجارة أثيوبيا وليس إلى هذه الأزمة الآنية. متأكد.